كتيبة للأسئلة ولا تمتلك أجوبة ولا تدعي امتلاك الأجوبة. تمتاز قصص حاتم رضوان بنهاياتها المفتوحة التي تحيل إلى آفاق لا واقعية انطلاقا من مقدمات واقعية. غلبت الجو الأسطوري على المجموعة. اتخذ الدكتورة نهى رحيل من غلاف المجموعة عتبة الأولى للدخول إلى النص. قرأت النص من عتبته الأولى ممثلة في غلاف دكتور هشام الفخراني، وبالمناسبة أيضا هو روائي وفنان تشكيلي. ثم انطلقت من لوحة الغلاف إلى عنوان المجموعة الذي يحيل إلى الهشاشة والضعف الإنساني مثل رتينة كوليكت قديمة. ما إن تحاول أن تلتقطها أو تمسكها بين أصابعك حتى تجد غمادا. هكذا كل شخوص هذه المجموعة وكل قصص هذه المجموعة، كل الشخوص هنا تبدأ قوية من لحم ودم، ثم تكتشف مع السرد كم هي هشة ضعيفة ومثل رتينة قلوب قديمة محطمة ومدموعية، ما هي إلا عبارة عن ذرات من الغمات. الزمن بنية انطلاق أساسية في هذه المجموعة، رغم أن كل شخوص المجموعة لا يدركون بنية الزمن تحديدا ويبدون كأنهم في نقطة هوائية، هم في زمن غير محدد. أنا أتمنى أن مفهوم الزمن يثير لحضراتكم، ربما لأن هذه المجموعة لديها فيها جو صوفي وفيها جو من الموروث الشعبي يحيل لفكرة الزمن وفكرة الصرمدية، يعني مسائل، لأنه هذه الكتابة مشحونة بأسئلة فلسفية ومشحونة بوجد شديد. إذن